ويأتيها سمع اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أحد مسؤولي حركة حماس عضو المجلس التشريعي حسن يوسف بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونيا قرب رام الله. وشملت حملة الاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة 35 فلسطينيا. اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 900 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس منذ مطلع الشهر الجاري مع بدء موجة الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.